السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا فيكم أصدقائي في فيديو جديد وشرح جديد من مادة الفونيتكس، آخر وحدة في النهائي. هاي الوحدة رح نحكي عن problematic areas. في عنا areas عنا فيها شوية problems، شوية مشاكل بالفونيتكس. بدنا نعرف إيش هي في هاي الوحدة إن شاء الله. قبل ما نبدأ، إذا ما عملنا اشتراك دوسوا على عاد الزر الأحمر اللي تحت الفيديو، سبسكرايب أو بالعربي اشتراك، وفعلوا الجرس مشان يوصلكم باقي الدروس. وما أضيع عليكم أي شيء، لا تنسوا اللايك أو ديسلايك إذا ما عجبكم، بس ما تروحوا هيك احكوا لنا أي شيء ما عجبكم. كبروا الشاشة ويلا نبدأ. 200 English and Arabic sound contrasts. عنا بنقارن بين الأحرف الكونسوننتس في اللغة العربية واللغة الإنجليزية. شوف الصفحة اللي بعدها هاي، أول شيء حاطين الأحرف وأصواتها الكونسوننتس. يعني for example هنا صوت الـ ب، صوت الـ ب، الت، الد، الك، هذول كلياتهم أصوات الكونسوننتس، مهمين جدا نعرفهم. ب، ب، ت، د، ك، ج، ف، ذ، ف، ذ، ز، ز، ش، ج، ه، تش، ج، م، ن، إنج، ي، و، ر، ل. أوكي؟ هذول كلهم الإنجليش consonants. بعدين العربي consonants ثابت اللغة العربية، وحاطين لنا باللغة العربية الحروف وأصواتها. نفس الشيء عنا ب باللغة العربية، صوت الب ممكن نحكي له ب، ممكن نحكي له ب. so نفس الحرف وإله طريقتين في اللفظ. د، د، ض، صوت الض هذا د. قاف، ك، حرف التاء، ت، طاء، ت. نعم، نلاحظ هنا انه ايش اسمه variations. variations انه في عنا اكثر من طريقة او اكثر من لفظ لنفس الحرف. يعني for example حرف القاف له صوت الك، ممكن صوت الك نحكي له مثلا ا، ك، ج. هاي حسب اللهجات، يعني مثلا ما احكي قمر، كمر، امر، نعم بدي احكي عن هذا امر. اوكي، so خلينا نكمل. كاف، ك، حرف الك ممكن نستخدمه ك، ك، كاعدة او تشاعدة، كلب او تشلب. تمام، so في عنا variations. variations اكثر من pronunciation لنفس الحرف. هذا صوت الا، ذ. نعم، حرف الذ ممكن نحكي هاذ او هاز او هاد، صح؟ ممكن نحكي ذابة او الدابة حسب البرونسيشن وحسب الاكسنت. خلينا نحكي يعني لهجات متعددة في اللغة العربية. حرف الز، ظ، كمان نحكي له الز. الغ هنا جي اتش. الع، ف، ث، س، ش، س. هنا حرف الصاد، الخاء، الحاء عليها هنا شحطة، الحاء، الجيم اللي هو الج، م، ن، ل، ج. لا، هذا صوت الياء، اسفة، هذا صوت الياء. نلاحظ انه صوت الل هنا في عنا دارك ودارك، الدارك ال والكلير ال. لما نحكي ل او لا، ل او لا، سو في عنا ايش variation. وعنا هون صوت الو، صوت الر. لاحظنا هون مثلا في اللغة العربية انه بيكون عنا في حرف ولكن له اكثر من pronunciation. مرة بنحكي مثلا حرف القاف بنحكي له آ، مرة بنحكي له ك، مرة بنحكي له ج. فهذا من احد problematic areas. ننتقل لبيج 303 English vowels and diphthongs. Vowels اللي هم الحروف العلة، والdiphthongs اللي هم بتكون من صوتين علة. Diphthongs بتكون من ثلاث أصوات علة. في عنا الvowels، عنا في short وفي عنا long. بعدين عنا الdiphthongs تحت. خلينا نتعرف عليهم مرة تانية بشكل سريع. Short short vowels هم الvowels اللي قصار، يعني زي مثلا في اللغة العربية عنا الفتحة لما نحكي ف أو نحكي المد ف. so الفتحة هون مثل short vowel باللغة الإنجليزية، والمد الطويل مثل long vowels في اللغة الإنجليزية. short vowels عندنا e as in fill، a as in fell، fill، fell، fill، fell. لاحظ الفرق. u as in fall، u as in fall، fall. a as in cat، cat. لاحظهم جدا مهم نعرف الترانسكريبشن لكل كلمة، ندرب عليها مثل ما حكينا. O as in cot، O as in cut، A بنانا. okay. so long vowels اللي بعديهم الأحرف اللي طويلة، مش أحرف، الأصوات العلة الطويلة مثل E as in feel، O as in fall، U as in fool. هذه الشواء الطويلة مثل لو بتذكروا حكينا شواء طويلة مثل صوت زي حدا متقزز من شيء، فبتيجي مثل as in caught، caught. a as in
as in card. بنلاحظ هنا الفرق بين ال e o u o o. هاي مش a. في فرق بين a بين o o. as in cat cat. هاي cat 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 cat. ماش بالامتحان يتخربش بين صوت ال a صوت ال o. ال a هذا صوت short vowel من الأصوات القصيرة. أما o هاي من الأصوات الطويلة. ننتقل للديفثونز اللي هي عبارة عن صوتين مش صوت واحد صوتين ورا بعض بنتج لنا صوت جديد. A as in fail, O as in call, I as in file, L as in foul, O as in foil, Ear as in tear, Air as in fair. مرة ثانية هذا بيشبه بعض. A I O L أوي مع هدول. So A I O I O O ear air O. تمام. عندنا في page 220 سؤال جدا مهم بيحكي لنا some of the problems that Arab learners of English face in this area are the following. ممكن نحكي what are they اللي هم ال problems اللي بيواجهوهم المتعلمين اللغة الإنجليزية اللي أصلهم عربي. إيش الفرق بين اللغة العربية واللغة الإنجليزية وإيش هو المشاكل اللي بيواجهوها؟ سؤال جدا مهم ممكن يجي بالامتحان. أول مشكلة بيواجهوها هو the sound with different letters representation. إحنا في اللغة العربية معنا بدنا مثلا نحط مد بالواو بنحط حرف الواو وراء أي حرف عشان يصير to, so, no, do. سهل جدا. أما باللغة الإنجليزية عندنا different letters representation يعني صوت الأو هاد الأو عندنا أكثر من طريقة ممكن نكتبها. مثلاً in consonants بحكينا هنا both consonants and vowels in English are represented by different letters in writing. باللغة الإنجليزية عندنا ال consonants اللي هي الثوابت وكمان ال vowels باللغة الإنجليزية بنكتبها غير ما بنلفظها أو بنلفظها غير ما بنكتبها. مثلاً هنا back rubber نفس الصوت باب ولكن هنا باب واحدة هنا توبة day ladder cold sorry could L D ال L هنا silent. فليش ما لفظنا صوت ال L في اللغة العربية كل الحروف نلفظها. فهاي من المشاكل اللي بواجهوها Arabic learners of English. أول شيء إنه sounds with different letters representation مثل consonants هون consonants صوت ال P عندها different representation. مثلا نيجي مثلا الياء صوت الياء عندنا yet onion Europe beauty use new. فنتعلم المتعلم اللغة الإنجليزية من أصل عربي أو لغة الأصلية هي اللغة العربية رح يواجه هاي المشكلة لأنه مش عارف وما رح يعرف شو يكتب هاد ولا يكتب هاد ولا رح يتخربش لأنه باللغة العربية زي ما حكينا وبنعيد اللي باللغة العربية من الفضاء بنكتبه واللي بنكتبه من الفضاء بخلاف اللغة الإنجليزية. طيب هذا عن الكونسوننت الثوابت. كمان الفاولز حروف العلة فيها اختلافات. نعم فيها اختلافات. For example عندنا صوت ال A as in cat cat drought. لاحظ ال A A وانا كيف كتبناها. صوت مثلا ال O ال O as in calm father hot bazaar honest honest. صوت ال O as in bot watch هنا في H ناقصة watch cough honest. So نلاحظ ان صوت ال O O لكن شوفوا كيف نكتبها في different representation. okay مثلا صوت ال A as in net said head says many friend leisure. So لاحظوا هنا كيف الاختلاف نفس الصوت ولكن احنا كتبناه في different representation وهذا هو بشكل problem او بشكل مشكلة للمتعلم. وهنا ايضا الكثير من letters هون pronounced in different ways. كمان في عندنا letters حروف مثلا صوت مثلا حرف ال J بنلفظها ج وبنلفظها ج ج as in هنا go هنا gentle. طبعا صوت الها احيانا بنلفظها صوت ها as in high
او بتكون سايلنت ما بنلفظها مثل هاي، مثل هاي الكلمه هاي. اوكي هون هنا صوت او حرف الكاف الليتر كاف ممكن نلفظها ك as in skin او نلفظها خ as in خاكي. ممكن كمان تكون سايلنت مثل نو no, هاي الكلمه. كمان في عندنا حرف الا ممكن نلفظها as in look وممكن silent مثل walk ما لفظنا ال. So هاي النقطة بتحكي لنا انه letters الحروف بتلفظ ب different ways. كمان في عندنا مشكلة ثالثة واللي هي silent letters. silent letters الأحرف اللي silent ما بنلفظها، ليش احنا ما بنلفظها؟ فهنا بسبب مشكلة مثل final e such in care. ما بنحكي carry، ما بنحكي pity، لا الفاينل اي دائما بتكون ايش مالها سايلنت مثل كير بايت ليف. كمان انا صوت الاتش ان كويستشن ووردز مثل وات ما بنحكي ما بنلفظ صوت الها هون، بنحكي وات واي وير ولكنها موجوده ولكن حرف الاتش موجود. كمان عندنا الجي اتش ان فيريس ووردز سوتش از الجي اتش ايش مالها بتكون سايلنت مثل لما احكي نايت نايت لايت ولكنه الجي اتش موجوده. كمان توت بس من الفتحة حرف التاء الجي اتش سايلنت. فالسايلنت ليترز هاي كمان مشكلة يعني موجودة و بيواجهوها الانجليش الاربيك ليرنينج ليرنرز اوف انجليش. نكمل تي، التي بتكون سايلنت such مثل words listen whistle. البي سايلنت as in depth dot. now fain fain. طيب زي صوت الك، صوت الك silent زي no and night. p as in psychology. m as in numeric. l as in talk. d as in Wednesday. ما في d. e as in clue. so silent letters one of the most problematic area for English learners, for Arabic learners of English. رابع عنا رابع مشكلة هي الهوموفونز والهوموغرافس. مهمين جدا ممكن يجيبوا امتحان إذا ما اجت من بين عدد يمكن تيجي true or false أو اختيار من متعدد. عطينا هون الهوموفونز والهوموغرافس مهمين جدا جدا نعرف التعريف تبعهم نعرف أمثلة عليهم. for example هون الهوموفونز حطينا هو نفس البرونسيشن نحكي there ونحكي هنا there لكن there هنا different in spelling. spelling تبعها شكل الكلمة غير وكمان meaning تبعها غير. هنا there معناها possessive pronoun أما هون معناها هناك. والأمثلة كمان اللي تحت خلنا نقرأهم كلهم. allowed allowed لكن هنا معناها allowed إنه عالي صوت عالي. allowed هنا معناها إنه مسموح. hall حفرة وهنا hall معناها إنه الجميع. plane هون معناها واضح. plane هون معناها طائرة. sea هون معناها يرى. sea هون معناها بحر. so نفس البرونسيشن بس different مختلف في spelling الأحرف أو كتابة الكلمة وdifferent في meaning. الهوموغرافس الهوموغرافس هم same spelling نفس spelling ولكن مختلف في البرونسيشن ومختلف في meaning العكس يعني. إذن the same spelling عنا lead. lead هو نفس spelling نفس الكلمة. هوموغرافس عندنا بيكون نفس السبيلينج L-E-A-D ولكن هاي مختلفة عن هاي بشو؟ أول شيء بالبرونسيشن هادي lead أما هاي led. هاي led ليش؟ حطينا انه هو بالباست الباست of lead. إذن إيش الباست of lead؟ lead نفس الكتابة led مثل كلمة read. read إيش التصريف الثاني إلها؟ نفس الكتابة ولكن اللفظ مختلف وكمان اللفظ مختلف. read 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 كلهم الثلاثة ثلاثة three verbs read 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 كلهم نفس السبيلينج ولكن أول واحدة اللي هي read هاي بالpresent read هيك بنقرأها والثانية هاي بنقرأها read بالpast معناها نفس السبيلينج. so read and led هلا هاي بالمضارع وهاي بالماضي فأكيد هيك بيختلف إيش بيختلف المعنى. طيب بالpronunciation هاي read وهاي led اختلاف بالpronunciation ولكن هو نفس spelling نفس الحروف. هذا هو الهوموغرافس. read نقرأها هيك read الثانية نقرأها read ولكنها نفس الكلمة. so نفس spelling ولكن different في pronunciation وكمان هاي بالpast معناها انه قرأ هاي معناها read انه يقرأ فمختلف كمان بالمعنى. مهم جدا لا تنسوها
إلا ما تيجي تعرف أو تيجي في الامتحان. أوكي، سو في عندنا كمان نوع آخر اللي هم نسميهم بوليزمز. بوليزمز هم words، كلمات with the same pronunciation، نفس ال pronunciation ونفس ال spelling but with different meanings. هذا لما يكون عندنا شو؟ عندنا كلمة مثل مثلا كلمة bank، كلمة bank كلمة هي نفس الكلمة ولكن لها معاني مختلفة. لما يكون الكلمة لها معاني مختلفة هي بنسميها من البوليزمز. بوليزمز يعني مثلا bank معناها where money is kept، اللي هو البنك العادي اللي نعرفه كلنا، ولها معنى آخر edge of a river اللي هو حافة النهر. so نفس الكلمة، نفس spelling، نفس pronunciation، نفسها الكلمة لها معنى أكثر من معنى. مثل أنا spring، هون spring ممكن تيجي معناها season، ممكن تيجي معناها where water comes up، المكان اللي يطلع منه المياه بنسميه spring، هذا معنى آخر. مثل أنا table، الطاولة ممكن نسميها، ممكن يكون معناها piece of furniture، طاولة عادية. ممكن يكون معناها facts، حقائق. ممكن يكون معناها figures، arrange. ممكن يكون معناها rows on a piece of paper. okay. head ممكن يكون معناها top of the most important end، يعني إنه يعني الهيد اوف ذا، مثلا عندنا صفحه والعنوان تبعها. الهيد ممكن تيجي العنوان، ممكن تيجي الموست امبورتنت بيرسون، يعني مثلا اهم شخص. الهيد تيتشر يعني اهم تيتشر في المدرسه، مثلا هيد ماستر هير. اوكي، الاكسرسايزز اللي موجودين ببيج 325 جدا مهمين ولازم نحلهم، والترانسكرايبنج لازم نعمله لانه الا ما يجي بالامتحان، وخلينا نتعود عليه من الاساس. كمان اللي ببيج 326 مهمين. كمان نيجي هلا للجيمينيشن. الجيمينيشن اللي هي بنسميها باللغة العربية الشدة باللغة العربية. now الجيمينيشن هون بيحكي لنا in Arabic any consonant may be doubled. في اللغة العربية أي حرف consonant، أي حرف ثابت، ممكن إحنا نعمله نحط له شدة عالية جدا. إيش يعني doubled هون؟ إنه pronouncing it twice، ننطقها مرتين as long as it's single sound. يعني هي single sound لكن نلفظها مرتين. أوكي، بحكي لنا this process، هاي العملية الجيمينيشن اللي موجودة عندنا في اللغة العربية is called gemination or consonant doubling. يعني ال consonant نعمله doubling فنحكي أو pronounce it مرتين. بحكي لنا في الإنجليش there is no such doubling or gemination of consonants. هاي مهمة المعلومة جدا جدا، ممكن تيجي true or false بالامتحان. So this is the most important sentence here. باللغة الإنجليزية في عندنا نكتب الحرف مرتين، ولكن هل هذا معناه إنه إحنا بنلفظه كشدة في اللغة العربية؟ No. For example here we have beginning. ما بس نحكي beginning أو attack allow attack beginning. So هاي من أحد برضو المشاكل اللي بيواجهوها احتمال إنه لما نشوف إنه two consonants ورا بعض we tend to نعملها زي الجيمينيشن، زي الشدة الموجودة في لغتنا العربية. بس حتى لو باللغة الإنجليزية في عنا حرفين consonants ورا بعض، هذا لا مش معناه إنه بنعملها جيمينيشن. No، بنعملها وكأنها حرف واحد. allow attack مش attack. No، attack beginning مش beginning and so on. They are not geminated or doubled in pronunciation. بس الكتاب بتنكتب double consonant. على page 329 morphological endings. نعرف حسب أخذنا زمان إنه phonemes مش المورفيمز. الفونيمز مع بعض بيعملنا syllables، والsyllables مع بعض بيعملوا لنا morphemes. now هل هي syllables لحالها إلها معنى؟ no. بحكينا syllables have no meaning on their own. هاي النقطة إحنا بنعرفها من زمان بس لازم نتذكرها، إن syllables لحالها ما إلهم معنى. أوكي، هي أصغر هي وحدة صغيرة جدا، ولكن ليست أصغر وحدة معنى. مين هي الأصغر وحدة معنى؟ هي المورفيمز. المورفيمز that are the smallest meaningful units of language، هي أصغر وحدة لها معنى في اللغة. تمام، المورفيمز لهم have two types. المورفيمز there are two types of morphemes. أول شيء content morphemes، مثل الcontent اللي هي الكلمات الcontent يعني اللي لها معنى في ذاتها، مثل cat dish show. أو في عندنا نوع تاني من المورفيمز اللي هم grammatical أو بنسميهم functional morphemes. ليش بنسميهم هيك؟ لأنهم إلهم مكان، لأنهم ما إلهم معنى لوحدهم، ولكن إلهم مكان وظيفي في الكلمة، مثل
البلورلز مثل البلورلز اللي بضيفوا جمع مثل الاس والز والاز، هاي الاصوات، هاي الاصوات مالها مورفيمز، بس ايش نوعها؟ جراماتيكال او بنسميها فانكشنال مورفيمز. مره ثانيه، الكونتنت مورفيمز ار ووردز اللي لها مينينج اوف ذير اون، اما مثل الفيربس والادجكتيفز والادفيربس كل واحده لها معنى لحالها، هاي الكونتنت مورفيمز. الجراماتيكال مورفيمز لها سمول نمبر اوف ووردز مثل الارتكلز ان وآخذ، مثل بروبوزيشن حرف الجر، مثل البلورلز الس والز والإز، هاي الأصوات الأس والأبوستروف أس، والثيرد بيرسون بريزنت سينجولار فيرب مثل هي رونز، كمان الأس اللي على الفعل، وكمان الإندينج and the ending of the past regular verb الت مثل stop بتصير stopped أو stop، أو played بتصير played أو مثلا need بتصير needed، بتصير صوت id. So هاي هي بنسميها the grammatical morphemes. Plural endings على الكلمات اللي بتنتهي في حرف الأس، صوت الأس. إيش هي؟ هي the plural endings لما نحط للنون نحط له أس، والapostrophes لما نملكية مثلا Sarah's book، Sarah's book. كمان the third person singular verb ending، يعني لما نحكي مثلا بالمضارع البسيط لما نحكي he نحكي he walks، ما نحكي he walk she plays. الأس هاي بنحطها للverb في المضارع البسيط. كل هاي الكلمات بتنتهي في أس. طيب إحنا متى هذا الأس بنلفظها؟ س، متى الحرف الأس هذا اللي في آخر الكلمة بنلفظه س، ومتى بنلفظه ز، ومتى بنلفظه إز؟ طبعا في عنا rules من خلالها نستطيع إنه نعرف ونحدد. بحكينا if the final sound، إذا كان الحرف أو الصوت الأخير before adding the s، قبل لا نحط الأس، قبل الأس يعني، is voiceless، إذا كان voiceless شنو voiceless؟ يعني حطينا أصبعنا على vocal cords أحبالنا الصوتية وحكيناها ما رح تهتز أحبالنا الصوتية لأنه voiceless. فإذا كان قبل حرف الأس هو صوت voiceless، مثل شو voiceless sounds؟ مثل صوت الـ p t والk. okay the s اللي هو في النهاية رح يكون pronounced س، مثل إيش؟ stops، لاحظ إنه لفظها س، hates، works. okay طيب ننتقل للي بعده. if the final sound، إذا كان the final sound before adding the s، يعني قبل الأس، إذا كان قبل الأس صوت voiced، voiced يعني شيني voiced؟ يعني الأحبال الصوتية بتتحرك لما نحكي هذا الحرف، مثل صوت الب، د، ج، م، هدول voiced sounds. إذا إجا بعدهم الأس بصير الصوت ز، مثل seeds، لاحظ bags boys. okay كمان متى بنلفظ الاز؟ if the final sound before adding the s، يعني الصوت اللي قبل الاس، مرة تانية، اذا كان ش او تش، هذول اثنين بيشبهوا بعض، او س او ز، او ج او ج، اذا كان هذول الاحرف يجوا قبل الاس اللي هو الحرف الاخير بنلفظ الاس، الاس بتصير نلفظها is، مثل dish نحط لها s، dishes، catch، catches، prize، prizes، judge، judges، kiss، kisses، marriage، marriages. okay هذا برضو مهم نعرفه عشان لما نيجي نعمل transcribing نعرف اذا بنحط s ولا بنحط s او بنحط z او بنحط is. okay طيب حكينا احنا كيف بنلفظ صوت الاس اذا كان في نهايه الجمله. طيب صوت الدي لما يكون في نهايه الكلمه كيف بنلفظه؟ لانه احيانا احنا بنلفظ الدي بنلفظه ت، واحيانا بنلفظه د، واحيانا بنلفظه اد. سو ت د اد نفس الشيء، بدنا نعرف كل وحده وحالتها. بحكي لنا if the final sound، اذا كان الحرف اللي قبل الدي او الاي دي، اذا كان الحرف اللي قبلهم is voiceless، يعني ايش الفويسلس؟ نعرفهم هم ثلاث احرف الفويسلس، بنحكي ب ب الفوكال كوردز ما بيتحركوا. ليش؟ لانه اساسا هم voiceless. فاذا كان قبل الدي والاي دي هذول الفويسلس ساوندز، بنلفظ الدي بنلفظه تا. فكيف؟ لوك بتصير لوكت، سموك بتصير سموكت، لاف بتصير لافت. اوكي انتبه، هذا الدرس جدا مهم ولطيف. اوكي if the final sound before adding d or ed is voiced، اذا كان voiced بنعرفهم الفويس، مثل ب، د، ج، م. اذا اجوا هذول قبل صوت الدي او الاي دي الاخير، الاي دي هون او الدي بنلفظها د. امثله sob sobbed، fell felled،
انتبهنا كيف؟ لأنه هذا voiced وهذا voiced، فلفظنا صوت D D. Okay. If the final sound before adding D، الحرف اللي إجا قبل D أو ال ED كان D أو T، تمام، هدول الحرفين إذا إجا قبل D أو ال ED D أو T، هدول الحرفين بس سهل نحفظهم. شو بصير؟ ال D أو ال ED pronounced id، مثل need بتصير needed did، wait بتصير waited id، side بتصير sided، تمام. نفس الموضوع مهم جدا بالترانسكرايبينج، بدنا نعرف كيف الدي بدنا نلفظها، كيف نكتبها، نكتبها يا ترى نكتبها د ولا ت ولا اد. اوكي، قلنا بيج 333 للبرونسيشن، لفظ ذا والا والان، تمام. بحكي لنا هنا انه the vowel sound or the phoneme شوا، هذا اللي نسميه شوا، is as you have seen above the commonest vowel in English. Now the word مثل كلمة and، إذا بدي أحكيها بstrong form بحكي and، weak بحكي an أو an an، يعني بحكي you and me، بحكي you and me، you and me، you and me. As كيف strong بحطها as she's as her brother، she's as his. Okay. But strong form but حطينا شوا، لاحظ شوا عشان لما نعملها weak form. كمان إنه them نفس الشيء، them أساسا هي يعني قصيرة. does بحكي does، هنا does has بالstrong form is she has is. okay، هذا لا هدول ال words. طب نيجي لا الأخ والآن والذا، لا الآن ما بدي أنا أشدد عليها بحكي A وبالweak form an، لما أشدد عليها أو strong form لها هي an apple ذا، لذا لما تيجي أشدد عليها بحكي the problem، لما بدي أحكي the problem إذا أشدد عليها بحكي the. okay، طويلة الـ e الطويلة، هنا الـ e القصيرة. يجي هذا السؤال جدا مهم، ممكن يجي بالامتحان، انه احنا يجي يحكي لنا صوت الذا كيف احنا الديفرنت pronunciation لصوت الذا. طبعا احنا زي ما شفنا قبل في عنا صوت اللي هو strong form، واحد strong form ما احكي the، وفي عندي كمان weak form ضعيف لما احكي the، او ما احكي weak اخر طريقة اخرى عشان اعملها weak بحكي the. so the okay. طيب متى بستخدم هدول الحالات؟ the is pronounced in its strong form the when it is stressed، لما تكون stressed احنا مشددين عليها بدنا نأكد عليها، and used by itself for seasons for reasons of meaning، يعني احنا نستخدمها ليش؟ عشان نوضح معنى معين. مثلا I said هون I said a son not the son، انا حكيت a son يعني ولد، مش قصدي ال sun الشمس. So استخدمت دي هون عشان أأكد، وبالأغلب إحنا نستخدمها عشان reasons of meaning عشان أوضح معنى for example الكلمة. So بستخدمها متى؟ when it is stressed and used by itself، وبحط كمان المعنى، وبحط كمان التranscribing، بحط مش المعنى، بحط مثال قصدي، وبحط كمان التranscribing للمثال. هذا مهم جدا، يعني أول شيء بحط النقطة والمثال والتranscribing لإلها. طيب ثاني form لما تكون weak form the، متى نستخدمها؟ when it occurs unstressed، لما تكون unstressed ما أنا ما بشدد على شيء، ما بأكد على شيء معين، بستخدمها بشكل عادي بين الكلام before a vowel sound، لما تكون قبل a vowel sound، مثل هنا the apple تمام. لما أكون أنا ما بدي أشدد على أو ما بدي أأكد على الأبل بحكي the apple، خاصة لما تكون بستخدمها قبل إيش vowel، الأبل بتبلش في vowel فبحكي the apple، تمام. إذا أنا بحط متى لما تكون unstressed وتكون before vowel، وبحط كمان مثال بالامتحان. طيب ثالث نوع لما تكون weak، النوع الآخر لما تكون weak، لما تكون the مش the بستخدمها متى؟ when it occurs لما تيجي before a consonant، يعني لما تيجي unstressed بحالتين، إذا كانت إجت قبل كلمة تبلش في vowel بستخدم the، وإذا إجت the قبل كلمة بتبلش the consonant بستخدم the، فبحكي the book وبحكي the apple، the time، the exam،
the exam. Okay, so مهم جدا هذا السؤال، وهذا السؤال exercise مهم تحلوه، جدا مهم. الآن dialectal pronunciation، هون لما احنا يختلف ال pronunciation اللفظ بسبب اختلاف الأكسنت وبسبب اختلاف اللهجة. هاي النقطة مهمة، بحكي لنا most linguistic forms in the English language are common، متعارف عليها يعني مشتركين بين ال British English وبين ال American English. Okay, so the most or most of the linguistic forms يعني الأشكال اللغوية أغلبها متعارف عليها بين اللهجتين، as indeed in other varieties of English مثل Canadian English, Australian English and so on. إنه الأغلب متشابه، ولكن في عنا برضه considerable differences between these varieties. مثل شو؟ مثل الفونيتك، في عنا اختلاف بالفونيتك، في الليكسيكال، في الأرثوغرافيك، في السنتاكتيك، في اليوز of the language. ورح نحكي عن الاختلافات بينهم. طبعا رح نرمز للreceived pronunciation، هذا received pronunciation رح نرمزه للbritish English، ورح نرمز للamerican English اللي هو general general American accent. So this is for British and this is for American English. Phoneme inventory، بحكي لنا هون ان الconsonants في البريتش وفي الامريكان هم نفس الشيء، are the same، هذا مين؟ هذا الconsonants، الثوابت، تمام. ولكن في اختلاف بسيط في حرف ال في حرف ال W وصوت الوا. بحكي لنا هون في الامريكان the only difference lies in the maintenance of the هو هو، صوت ال W هي ما بيحكوا و، بيحكوا هو هو in American English as opposed to و في ال British English. مثلا so مثلا what ما بيحكوا ال American بيحكوا what what، ف there's a ha sound before double w sound. So what، بس ال British بيحكوا what what، صوت و عادي. Okay، أما للvowels vowels in the other hand بيحكي لنا إنه ال فيه فرق واضح. كيف بحكينا إنه النمبر رقم الفونيمز of the in the two dialect varieties as you know has 20، بس في الأمريكان عندهم فقط 16 only. كمان نلاحظ هنا الفرق بين الاثنين، now نلاحظ الفرق بين البريتش إنه ما منفصل صوت ال R، فبحكينا notice that the R sound is pronounced، ال R pronounced في الأمريكان بس مش pronounced مع البريتش، فبنحكي كلمة dear dear بالبريتش، بالأمريكان نحكي dear dear، نلفظ صوت الR هون، أما هون بنحط بدال الR بنحط بدالها شوا. Okay، in addition بحكي لنا بالأمريكان does not have the RB vowel phoneme مثل صوت الO، so الO هذا صوت لمين؟ للبريتش. الأمريكان كيف؟ الأمريكانز كيف بيلفظوا dog؟ ما بيحكوا dog as British، بيحكوا يا بيحكوا dog أو dog، يا dog أو dog. Okay، so here بيحكوا هنا بالبريطاني هنا بالأمريكي. Okay، dear dear. كنا هنا إيش الاختلافات بالconsonants؟ تقريبا هو الأمريكان والبريتش نفس الشيء، ولكن الاختلاف في صوت الR وصوت الL. صوت الL كيف في البريطاني في الأمريكان والبريطاني؟ بالأمريكان صوت الL نستخدمه tends to use، الأمريكانز tend to use the dark L in most positions. The dark L هي صوت الل ل مش الل ل. وريز البريطاني as you know has clear ل before vowels، بيستخدموا ل clear clear ل before vowels قبل الأحرف العلة، و light مثل كلمة light، and dark بيستخدموا dark before consonant مثل help 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 help. so هاد عن البريطاني بيستخدموا clear قبل vowels والdark قبل consonants. نيجي على vowels. vowels حكينا هون إنه for example puff dialects have the vowel اللي هو الشواء الطويلة as in purred. هلا بحكينا في البريطاني this vowel is almost never followed by the sound r، يعني ما في بعد ما بنحكي bird نحكي bird bird، هذا في البريطاني مستحيل إنه يجي بعد الشواء الطويلة صوت ال r، أما إلا في كلمة fairy لأنه بعد ال r في عنا y فنضطر إنه إحنا نطلع صوت ال r fairy fairy. Okay، أما بحكينا في في الأمريكي there is always an r، دائما في r sound in this position بعد الشواء الطويلة في يعني بنحكي bird bird مش purred as a British. وكمان صوت ال a is also usually longer في الأمريكا في الأمريكي، إذا في الأمريكي صوت ال a شوي بيكون أطول من البريطاني. ننتقل لصوت الجا والش في
البريطاني الجو، الشرف البريطاني الأمريكي. نلاحظ هنا إنه vision confusion decision كلياتهم هيك بينلفظوا في البريطاني وفي الأمريكي. أما يجي على البي هنا بنحكي Ada immersion Persia. هلا لما ننطق الج هاي أمريكي، وإذا لفظنا أما البريطاني في عندهم خيارين، ممكن يلفظوا الج والشا، يعني ممكن يحكوا Asia ممكن يحكوا Asia، هذا بالبريطاني. أما الثالثة هون version a virgin، الجا in American والشا in British، هذول الكلمتين يعني هاي ممكن مهم ممكن تيجي بالامتحان يحكونا a virgin ويعملولها يعملونا إياها تقطيع phonetically ويحطونا a virgin في الجا، إذن هذه شو American، وإذا حطوها a virgin a virgin إذن هاي بالبريطاني. طيب sound صوت ال، صوت ال بحكينا بيكون صوت ال silent في اللهجة البريطانية، but is pronounced in some especially southern، يعني في بعض المناطق بيستخدموها. هلا في الأمريكي dialects مثل alarms bomb calm bomb and so on. ننتقل لصوت ال آ وصوت ال آ. نعم صوت ال آ هنا بنستخدمه في البريتش بالبريطاني، وال آ بنستخدمه في الأمريكي. يعني for example كلمة path لما أحكي path أنا هيك بحكي أمريكي path، لما أحكي path per أ صوت ال أ هذا Perth the Perth هنا بحكي بريطاني. كمان هون after بريطاني ولا أمريكي after أمريكي after after هنا بريطاني. كمان هون عنا in the following words the R sound comes after a central words a central vowel. So for example here paro p paro هذه في البريتش، ال أ هذه في البريتش، وال أ اللي هي الشوال القصيرة في الأمريكان. So barrow أو barrow 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 هاد الفرق بين ال British والأمريكان. now في عنا كمان صوت ال I وصوت ال E وال A وال A الشوال القصيرة. ال I هذا British I'll so I'll when I say I'll هاد معناته British، هاي الكلمة لما ألفظها I'll هيك لفظتها British، لما ألفظها ill أو yes ill أو l ill أو l هيك رفضتها أنا American. تمام كمان في names of countries بحكي إنه names of countries هون العكس، إحنا نعرف إنه هاي الأ لا الأمريكان والأ هاي لل British، بس بالname of countries مثلا هون لما أحكي سلوفاكا هذا بال British، سلوفاكا 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 بالأمريكان. So Slovakia, Slovakia, okay. عشان ما نتغلبش احنا نحكي عن names of countries. ضل تحت الexercise اللي تحت مهم جدا، والexercise اللي بعده كمان مهم. كل الexercises اللي بالphonetics مهمين، كلها في أسئلة بأسئلة تنمات. هيك نكون خلصنا المادة. Good luck everyone. بضل عليكم هلا شو إنكم تكتبوا معلومات، زائد إنه تحلوا الexercises رح تأخذ منكم وقت يعني دبل الدراسة العادية، لأنه كل هاي المقرر كله بيحكي اساسا عن الترانسكرايبنج، واحنا الاشياء اللي نتعلمها نتعلمها عشان نعرف نعمل ترانسكرايبنج صحيح. يعني مثلا هون لما يجي بدي اعمل ترانسكرايبنج للبريتش وهنا للامريكان ممكن يجينا كم كلمه في اسئله سنوات، مثلا هاي جت مره اسئله سنوات وهاي في كم واحده مهمات، بس انا بفضل حلوهم كلياتهم لانه برضه محلين بالكتاب. سو جود لك ايفري ون، سي يو نيكست تايم، باي.